زي ما شفتم. يا ريت محافظ مطروح يتدخل ويعمل على حل مشكلات المواطنين في سيدي عبد الرحمن. تلقيت شكوى تانية من قرية ميانة محافظة بني سويف، الناس فيها بتعيش تحت خط الفقر، لا مستشفى ولا صرف ولا أي خدمات ولا مدارس. تعالوا نشوف مقاساتهم ايه. بتاعتنا الصرف الصحي ده، دي قريه يعني فيها سكان كتيره وقريه كويسه وكده، عايزين فيها الصرف الصحي. الصرف ده صرف تقليدي يعني من زمان، ما كل شويه يضرب وناموس وقرف والبيئه اللي بنسحب الجرارات اللي هي السحب ديت وكده، يعني الجرارات النقله بتاخد 25 جنيه 30 جنيه. محطه الميه بقى لها فتره يعني اساسات اتعملت وبقى لها كام سنه ما حدش فكر فيها ولا عملها. الصرف والميات والغرف والحاجات دي اللي مبهدلانا هنا، البيت دي كلها واطيه والغرف مبهدلانا هنا، والله كل يوم التاني اللي لها فلوس ما فيش فايد. المشاكل، الناس بيبقى تعبانه بالليل، يبقى يحصل اي حاله بالليل تلاقي المستشفى مقفوله، تضطر انت تروح المركز. عبال ما تروح المركز يكون الحاله اللي معاك توفيت او تعبت او اتدهورت خالص. تاني حاجه عندنا ناس كتير هنا غسيل كلوي، ما فيش هنا في المستشفى هنا غسيل كلوي خالص، لازم تروح هيناسيا او محافظه بني سويف عشان المستشفى الكبيره عشان غسيل دي. ما فيش ميه خالص عندنا، احنا ما عندناش حنفيه اصلا، بنمنا من الجيران، وفي سواق جيران ما عندهاش ميه خالص، وما فيش ميه خالص هنا، وبتتقطع فيه سواق في الاسبوع، ما بتجيش ميه هنا خالص، في ميانه خالص. عايزين حضرتك البلد تتسلفي، او عايزين مثلا صرف زي الناس، عايزين مثلا ايه يعني الشباب تشتغل، تبقى البلد بلد تجاريه. ما فيش وحده صحيه، ما اللي وصلنا مصروف عليه ملايين، فين الملايين دي راحت فيها؟ ما فيش صرف يتعامل بيه، ننزح ونرمي في البحر. الجمعيه الزراعيه بتدي شيال ونص كيماوي بتاع للفدان، ما بيكفيش الارض، الارض بتاخد اقل حاجه 14 ولا 15 شهور. في نفس الوقت المفروض يوفروا لنا جرارات تحرط لنا الارض، تنظم لنا الزرع، مش كل ما مثلا ما نقول هاتوا جرار يقول لك ما فيش جرارات، الجمعيه ما فيهاش جرارات، ما فيهاش اي حد اي حاجه لخدمه الفلاح. بقول يا سياده المحافظ، بس قريه ميانه على مستوى المحافظه اكبر بلد على المركز ومتبهدله. متبادلة يا سيادة المحافظ، بالنسبة لدخول المية متبادلة، الصرف الصلح الصرف الصحي متبادلة، العيش زلخرة، العيش بناكله زلخرة، ما عاملين زي الحمير بالنسبة للعيش، يا ريت تنزل قرية ميانة وشوفك.